الطائرة المفروض تخلي طلاب مدينة ووهان ما وصلت بالأمس، وبالتالي طلبة لا زالوا محاصرين داخل هذه المدينة. جميعهم صحة جيدة وممتازة، قدروا يحافظون على نفسهم ويعزلون نفسهم واتبعوا الإرشادات الطبية، لكن عندهم مشكلتين. المشكلة الأولى كمية الغذاء وحليب الأطفال اللي خازنين، ما يعرفون إلى قد راح يكفيهم. والمشكلة الثانية دي يحاولون قدر الإمكان أنه يناشدون ويوصلون صوتهم إلى الجهات الرسمية أنه تستعجل بعملية إجلائهم، إجلاء احترازي حفاظا على سلامتهم وحفاظا على سلامة المواطنين. الرسالة اللي يحاول طلبة ووهان يوصلوها أنه هم جميعهم صحة جيدة ومستعدين يؤدون الفحوصات الأولية بمطار ووهان قبل المغادرة، وتعهدوا جميعهم أنه إذا ثبت على أي شخص كونه مصاب ما راح يستقل الطائرة. وإحنا نحييهم على هذه الروح، ونتمنى أنه يتم إجلائهم بأسرع وقت. وكنا وياكم وراح نبقى نوصل صوتكم، لأنه أنتم زملائنا وإخواننا وأهلنا، وهذا واجبنا وواجب الدولة عليكم أنه تجليكم إجراء احترازي. الإجراءات الاحترازية اللي تمت بنجاح من مدينة ووهان سوتها عدة دول، وهاي الدول كلها عندها رعاية وأجلتهم بنجاح. الإجراء الأول كان اللي اتبعته الولايات المتحدة واليابان بإجلاء رعاياهم عن طريق استئجار طائرات، وهاي الطائرات نزلت بمطار ووهان وبنجاح. أمريكا أجلت 200 من رعاياها، واليابان أجلت 400 من رعاياها إلى خارج الصين، بينما ألمانيا والأردن أجلت عن طريق إرسال طائرات عسكرية. هاي الطائرات العسكرية قدرت تجلط المقيمين من ووهان إلى خارج الصين، وبعض الدول حضرت فرق لمعالجة الطائرات اللي راح تجلي، بحيث أكو فريق ممكن أنه يتعامل مع الطائرة بعد نقل المقيمين عن طريق عزلها بمطار الدولة وتعقيمها تعقيم صحيح لضمان عدم حدوث حالة تلوث. الإجراءات الاحترازية هذه تتضمن نقل الرعاية إلى منطقة محايدة. أغلب الدول نقلت إلى مطارات عسكرية داخل هذه الدول لكن نائية، لأن المطارات العسكرية أصلا هي معزولة، فاختاروا مدرج ونزلوا بالطائرات واستلمهم فريق طبي. الفريق الطبي راح يتبع إجراء اللي هو بالبداية عملية فحص سريع عن طريق عينات الدم، وهذا الفحص جدا سهل ومتوفر الأجهزة، جهاز اسمه PCR متوفر بكل الجامعات العراقية، وكيت أو محلول التشغيل وهذا أيضا رخيص، والخارطة الجينية للفيروس حتى يتم مقارنتها. الخارطة متوفرة في بنك الجينات، وراح أخلي الرابط حتى يستفادوا من عند الجميع. طبعا هو متاح ومجاني ومن 4 مصادر أمريكية وألمانية وصينية وأسترالية. هذا الإجراء إذا صار رح يخل، إذا جو طلابنا بخير وسلامة رح نفحصهم لمدة يوم واحد، واللي يثبت إنه مشافى أو ما بي، وأنا متأكد عن طريق الطلبة إنه جميعهم مشافين، لكن هذا نقل احترازي، هذا في مصلحتهم وفي مصلحة البلد. اللي يثبت إنه مشافى رح ننطيه فرصة أنه حسب إمكانيات الدولة إما نبقيه لمدة 14 يوم تحت المراقبة بأي مستشفى أو مركز صحي تحدد الدولة، بس يكون تحت رقابة فريق متخصص بالتعامل مع هاي الحالات، أو في بعض الدول التجأت إلى إعطاء وثيقة أو استمارة بها تفاصيل شلون لازم يتصرف المريض بعد الفحص، ويبقى يراقب، يحجز نفسه في بيته، يبقى يراقب نفسه لمدة 14 يوم ويبلغ يوميا عن درجة حرارته، إذا أكو أي أعراض من أعراض المرض. إذا مرت 14 يوم خير وسلام يسووا له فحص نهائي وينتهي الموضوع. الحالة اللي دا تواجهنا هسه حاليا انه الطلبه بحاجه الى اهتمام، بحاجه الى توصيل صوتهم، بحاجه الى ان نضغط على كل الجهات الحكوميه السياسيه الحزبيه. اذا نعرف اي سفارات، اي شركات نقل، ممكن نتصل بوزاره الدفاع نشوف امكانيه ارسال طائرات عسكريه او نهيئ مطارات من عسكريه. عندنا دول سانده ضمن مكافحه الارهاب، أكثر من 16 دولة كلها أدها فرق متخصصة بالنقل، وعندنا أدها فرق بيولوجية ممكن نستعين بهم، ممكن نقدم أكثر من حال كدولة، لكن يبقون طلاب ووهان أخوتنا ويبقون أصدقائنا ويبقون زملائنا. ومن مسؤوليتنا كمواطنين ومسؤولية الدولة على كل مواطن عراقي سواء كان في ووهان أو خارج ووهان، في الصين أو خارج الصين، من يكون بحاجة لازم كنا نوقف وياه. كنا ويا طلاب ووهان، كنا معاكم، ونتمنى أن تتم إجراءات النقل الاحترازي الصحيحة بأسرع وقت وتطلعون من ووهان. مرة ثانية، إجراءات النقل الاحترازي مو صعبة،
اكو شركات نقلت لدول ثانيه، اكو طيران عسكري، وهذه كلها تعد لا شيء مقابل امكانيات الدوله العراقيه. سلامي وتحياتي الى اخواننا بوهان، صوتكم يوصل ان شاء الله، وكنا وياكم، وان شاء الله يتم اجلائكم باقرب وقت ممكن. شكرا جزيلا.